صف ثاني إعدادي صباحي، باقي درس تطبيقات على الأعداد الحقيقية. نعمل شير للوايت بورد ونبدأ شرح النهاردة على الأسطوانة. بسم الله. الأسطوانة عبارة عن إيه؟ عن قاعدتين، كل قاعدة على شكل دائرة، والجزء ده، الجزء ده بيمثل إيه في الأسطوانة؟ والجزء ده بيمثل الارتفاع. طيب، في عندنا 3 قوانين للأسطوانة. أول قانون المساحة الجانبية للأسطوانة بيقول إيه؟ المساحة الجانبية للأسطوانة بيساوي 2 باي نق باي نق في عين. 2 باي نق في عين. لو تلاحظوا 2 باي نق ده اللي هو ايه؟ ها، اما نسأل بقى في اللي فات، 2 باي نق ده في ايه؟ في محيط الدائرة. الدائرة. محيط الدائرة. حلو، محيط الدايرة. ماشي، كله يقفل المايكات بقى، بعد كده هسأل، اللي هسأله بس هو اللي ايه يرد عليا. يبقى المساحة الجانبية للأسطوانة عبارة عن 2 باي نق في عين، عين اللي هو الايه؟ الارتفاع. طيب، تاني قانون معايا هو ايه؟ المساحة الكلية. طيب، المساحة الكلية للأسطوانة بتساوي ايه؟ بتساوي والله المساحة الجانبية اللي حضرتك جايبها فوق. يعني يا ريت وحضرتك بتجيب المساحة الجانبية تبقى مركز. ليه؟ عشان ايه؟ معتمد عليها المساحة الكلية. يبقى المساحة الكلية بتساوي الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة. تمام؟ بيساوي المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة. طب هو أنا عندي الأسطوانة قاعدتها على شكل إيه؟ على شكل دائرة، يعني قصده يقول ضعف مساحة الدائرة. يعني القانون بتاع مساحة الدائرة باي نق تربيع. طيب وضعف مساحة القاعدة يبقى 2 باي نق تربيع. انا بفرنطها لكم كده اهو عشان تبقوا عارفين كل رمز جاي منين. ماشي، نيجي بعد كده لحجم الاسطوانه. حجم الاسطوانه سهل، بيقول ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده في الارتفاع. قلنا مساحه القاعده، القاعدة بتاعتها على شكل دائرة، يبقى مساحة الدائرة باي نق تربيع في عين اللي هو الارتفاع. تمام لحد دلوقتي؟ نبدأ بعد كده في أول مثال معانا على الأسطوانة. بقول لك والله عندنا أسطوانة ارتفاعها 10 سنتي وحجمها 1540 سنتيمتر مكعب. عايز ايه؟ عاوز مساحتها الكلية. الدور على مين؟ على مازن. معايا مازن؟ يا مس ماشي، احنا اخدنا لسه اخدين حالا القانون بتاع المساحة الكلية، فاكره بيقول ايه؟ بيساوي المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة. طيب المساحة الجانبية قانونها ايه؟ 2 باي نق في عين. المهم هنبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين النق. طيب انا محتاج النق، بقول لك انا عاوزة المساحة الكلية للأسطوانة. طيب بص يا شباب، الكل يركز معايا، معظم حل المسائل من النوع ده عبارة عن ايه؟ بيجيب والله حجم الشكل اللي جايبه او المساحة الكلية للشكل دوت. فاحنا اول حاجة بنعملها بنكتب الحجم بتاع الأسطوانة او ايا كان اللي جايبه، المساحة الكلية للأسطوانة، المساحة الجانبية للأسطوانة، وحتى لو مش اسطوانه، لو مكعب، لو متوازي مستطيلات، بنجيب الحاجه اللي هو جايبها لنا، جايب لنا هنا في المساله حجمها.
فانت هتقوم كاتب حجم الاسطوانه وتحط القانون تعوض، ما هو جايب الحجم بايه، تكتب ال 1540 بتساوي ايه. فعشان نجيب النق، النق دي هنستخدمها في ايه، في ايجاد المساحه الكليه للاسطوانه، وقيسوا على ده 90% من الاسئله على الدرس ده. ماشي، انا بعلمكم ازاي تحلوا المساله عشان ما تبصوش كده اهو تتخضوا. تمام، يلا يا مازن هتعمل ايه هنا؟ بس عايز مساحتها الكلية، المساحة الكلية مس بتساوي 2 باي نق عين زائد 2 باي نق أس 2. ماشي، اللي هو ايه، عبارة عن ايه؟ عن المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة. طيب انا عندي هنا ايه في المسألة اقدر استخدمه؟ عندي مس هنا الارتفاع ب 10 سنتي والحجم 125، ماشي، 154، حجم يمس باتنين 1540. باتنين نقطة أربعة عين. ماشي، بس هو يبقى هنا انا أعطيني قيمة الباي، أعطيني هنا قيمة الباي. الباي دي ثابت، الباي دي قيمتها ب 22 على 7، دي بتبقى محفوظة، تمام احفظوها زي اسمكم، دي ثابت. تمام طيب أول حاجة أجيب هنعمل يمس، إيه مازن؟ أجيب الحجم يمس و حلو، مليني. هقسم عليه الحجم اللي هو 10 سنتيمتر، يبقى طب واحدة هقسم واحدة 104. واحدة واحدة يا ميزو، واحدة واحدة، أنا عاوزة حجم الأسطوانة، القانون بتاع حجم الأسطوانة بيساوي إيه؟ حجم باي المستوى نق بيساوي باي نق أس 2 عين. في عين. حلو قوي، طيب نعوض بقى، حجم الاسطوانه جايبه لي بكام؟ 1500 154، 1502. 140 تمام، بيساوي، ها عوض بقى، بيساوي باي باي نقطة تربيع، باي نقطة تربيع في عين عشان اجيب يا مس. هو انا كده عندي الباي وعندي العين اللي هي الارتفاع، ف جدع. هطرح الحجم، هقسم الحجم على العين اللي هو 10 هيبقى 154، وبعدها هقسم 154 على الباي هيديني بقى نقطة تربيع. طب بص انا هعلمك حاجه يعني ايه هتساعدك في الموضوع ده بدل اللبخه دي. ايه هي اول حاجه؟ الاول نعوض، انت قلت لي الباي قيمتها بكام؟ الباي ب 22 على 7، 22 على 7، في الارتفاع اللي هو جايبه لي بكام؟ الاتفاق اللي هو بيكوني ب 10. ب 10، في نق تربيع. طيب انا عاوز اجيب نق تربيع، عشان اجيبها اعمل ايه؟ احفظوها دي كويس، البعيد على القريب. يعني ايه البعيد على القريب؟ البعيد هنا مين؟ البعيد هنا اللي هو في الناحية التانية من علامة اليساوي، يبقى البعيد اللي هو ال 1540. لما نيجي نحسبها بالآلة يبقى 1540 البعيد على القريب. مين القريب؟ اللي لازق في كلمة نق تربيع، اللي لازق فيها، اللي هو 22 على 7 في 10. يعني النق تربيع بتساوي ايه؟ البعيد على القريب. وخدوا بالكم يعني اي رمز غير النق تربيع، يعني مثلا لو مطلوب مثلا العين، السين، الصاد، اي حاجه، دي قاعده ثابته، تاخدوها قاعده ثابته. بنقسمها ازاي او بنجيبها ازاي؟ بيبقى البعيد على القريب. طيب البعيد مين؟ 1540 على، بنفتح قوس، يا ريت نهتم بالاقواس، يا ريت نهتم بالاقواس، يبقى 1540 على، نفتح قوس، نضرب فيه ال 22 على 7 ضرب ال 10 ونقفل القوس، هيطلع لي قيمة ايه؟ هيطلع لي قيمة نق تربيع. ممكن حضراتكم كلكم تجيبوا القيمة وتخلوها معاكم؟ مازن معاك آلتك؟ تمام يا شفت مس، فين يا مازن؟ طيب هاتها لي كده اهو، النق تربيع طلعت معاك بإيه؟ لا زي مس كده. طيب هنا ماشي،
ها ميزو. الكل شغال معايا، الكل شغال معايا بالآلة، بيجيب إيه؟ بيجيب 1540 على نفتح قوس 22 على 7 في ال10 ويقفل القوس. ها ميزو. ما لقيتهاش يا مستر. نعم يا مازن، نعم يا مستر. ها كل ده بتجيب الناتج، لا يا مستر، الموضوع على الألف. بتدور على الآلة. طب ما تعملها بالآلة اللي عندك على التليفون أو أي حاجة. يا مستر هجيب الناتج. ماشي، الكل جاب الناتج. ايوه ماشي، طلع معاكو كام؟ طلع معايا 49 حلو 49 أوي، حلو أوي. يبقى نق تربيع ب49. طيب يبقى النق الواحدة بكام؟ جذر التربيع 49 بصراحة. ماشي استنى بقى، 20 كمل يا ميزو. يبقى النق الواحدة بكام؟ النقل الواحدة مس هتبقى ب 49، هتبقى مس ب ها الجذر التربيع ل 49، يعني كام في كام يدينا 49؟ هتعملها بالآلة هيطلع لك 7 سنتي. معانا قيمة النق، نقدر بعد كده نجيب المساحة الكلية للأسطوانة. ازاي؟ هنحط القانون بتاعها ونعوض، سهلة. همسح الجزئية بتاعت حجم الأسطوانة دي عشان ايه يتبقى لي مكان اكتب فيه المساحة الكلية. كمل يا مازن، قول. خلاص احنا عرفنا ان النق ب7. بس جبت قعدت حسبت يا مس، المساحة كلها كانت معايا 309. 309. طب تعالى نحسبها مع بعض تاني. يلا انت المساحة حسبتها كلها مس معك بس. المساحة كلها يلا مس بتساوي 4 نق، 4 باي نق تربيعات. لا، 2 باي نق، 2 باي نق في عين، المساحة ده لو كلها المساحة الكلية 2 باي نق في عين زائد دي اللي هي المساحة الجانبية زائد 2 باي نق تربيع، باي نق تربيع. يلا عوض يا باشا، تمام مليني. يا مس، هيبقى 2 يا مس في 22 على 7 في 7 في 10 زائد 2 في 22 على 7 في 22 على 7 في نق تربيع 49. جدع، 49 حلو قوي. كل يجيبها لي بالآلة بقى هيطلع ايه؟ خد بالكم استخدام الآلة برضو ده مهارة ولازم تتقنوها عشان ايه تستفيدوا بيها، بدل ما تبقى نقمة عليكم وتبوظوا المسألة على رقم ولا 748 حرف. بس، ماشي، كل 748 تمام، كل طلعها 748. ايوه يا مس. ماشي ماشي يا تقل. ماشي، يبقى الناتج 748 سنتيمتر مربع. نشوف اللي بعده بقى، اللي بعده ايه؟ الكورة. الكورة دي لذيذة قوي، عبارة عن قانونين اتنين. أول حاجة مساحة الكورة، مساحة الكرة بيساوي ايه مساحة الكرة؟ 4 باي باي نق تربية. تربيع، 4 باي نق تربيع، 4 باي نق تربيع، ده بخصوص ايه الكورة. طيب والقانون التاني بتاعها ايه؟ حجم، سمى نوسع على نفسنا، ما ربنا يعلمها، ربنا يوسعها علينا. حجم الكرة بيساوي ايه؟ 4 على 3 باي. نق بعد تكعيب. اذنكم اقفلوا المايكات. باي نق تكعيب. يعني ايه تكعيب؟ يعني لو النق ب7 يبقى 7 اس 3، لو النق ب3 يبقى نق تكعيب 3 اس 3، وهكذا. يبقى حجم الكوره 4 على 3 باي نق تكعيب. ناخد مثال عليها معايا يا انس.
كرة حجمها خمسمية على تلاتة باي سنتيمتر مكعب. عاوز ايه؟ عاوز طول قطرها. معايا انس ولا خد اللي بعده؟ طب اللي بعده ريموندا. حضرتك يلا حبيبتي هتعملي ايه؟ اجيب عندنا كورة حجمها 500 على 3 باي سنتيمتر عايزة اجيب مكعب. الباي، ايه؟ هجيب الباي تجيب ايه؟ لا لا لا، بصي يعني ما دام لك في المسألة 500 على 3 باي سيبها زي ما هي. وبرضو المثال اللي يقول لك كام عاوز المحيط او عاوز المساحة بدلالة الباي، سيب الباي زي ما هي، ما تعوضيش بقيمتها. يلا حبيبتي، يبقى أول حاجة هنعمل ايه؟ هجيب القطر. تمام، عشان تجيب القطر هتستخدمي ايه اللي جايبه لنا في المسألة؟ استخدم الباي تستخدمي ايه؟ هو هي هو جايب كورة حجمها على كذا. ماشي، يبقى هتحط القانون بتاع الحجم وتعوضي. تمام، الحجم مثلا 4 على 3 باي رق تربيع. حلو قوي. مليني كده بقى واحدة واحدة عليا. يبقى حجم الكرة بيساوي ايه؟ 4 على 3 باي تمام، رق تكعيب. باي نق تكعيب. طيب هنعوض، حجم الكرة عندي بكام؟ هذه الكرة 500 على 3 وما تنسيش الباي، 500 على الثلاثة الباي، ماشي؟ تمام. بيساوي، ها، 4 على 3 باي باي باي، وبعدين مين؟ النق تكعيب. في حاجة هنخلصها في المعادلة؟ الباي هتروح على الباي. حلو قوي. طيب يبقى انا عاوز اجيب قيمة ايه؟ قيمة النق تكعيب. هنجيبها ازاي يا رموندا؟ قولي هنضربهم لي في الكلمة بعض، اللي انا قلتها. ايه؟ هنضربهم لا، انا قلت لك البعيد على القريب. البعيد على القريب، مين البعيد هنا يا رموندا؟ البعيد اه الأربعة الثلاثة. لا، الاربعة التلاتة دي لازقة فيها، دي القريبة بتاعتها، لكن البعيد اللي هو 500 على 3 اه. فلما تيجي تستخدمي الآلة هتستخدمها، هتقولي هتكتبي ايه بقى؟ قولي لي كده قبل ما تكتبي. 500 على 3 ها، على على 3 على 4 لا، قصدك على بقى على الأربعة 3. اه، تكتبها زي ما هي ما تشقلبيش حاجة. ما انا ماشي اتلخبطت بس انا بقى. ماشي، يبقى النق تكعيب 125 طلعت بكام؟ 125 حلو قوي، 125. طيب انا عاوز قيمة نق لوحدها، وده النق يبقى تكعيب. هجيب الجاز التكعيبي يبقى 5. حلو قوي. طيب هو في المسألة طالب ايه؟ طول. القطر يبقى القطر بكام؟ ب 5 القطر كله، انت جبتي نق، نق ده يعني نص القطر. يبقى الاثنين في 5 و10. حلو قوي، يبقى طول القطر بتاع الكورة هيبقى 10 سنتي. شكرا، مفهومة؟ نخش على اللي بعدها؟ بس نعم. دلوقتي هو 500 على 3 ازاي هنضربها في نص القطر؟ أنا قلت 500 3 نضربها في نص القطر، ده أنا بقول البعيد على القريب، على البعيد على القريب. وخلوها معاكوا، هتنفعكوا. هتنفعكوا في إيه؟ هتنفعكوا في قسمة القصور اللي بتبقى بالمنظر ده. أنتوا عارفين هي جت منين؟ استنوا ما اشرحها لكم جت منين بسرعه كده. نمسح الباي دي، مش الباي دي راحت مع الباي دي. مش احنا هنا لما بيبقى جنبنا بيبقى في مساله وطالبين فيها النق تكعيب، مش احنا عشان نجيب قيمه النق تربيع بنقسم على عدد اللي لازق فيها؟ يعني هنقسم هنا على الاربعه على الثلاثه عشان يروحوا مع بعض، وفي الجنب ده برضو بنقسم على الأربعة على التلاتة. طيب ما لما نقول 500 على التلاتة على أربعة على التلاتة، يبقى هي هيها. لما أقول لكم الكلمة اللي أنا بقولها لكم عشان تحفظوها،
البعيد على القريب، بس كده اهو، فاهمين؟ عشان تبقوا برضو عارفين دي جت منين. يعني احنا هنكتب على الأقل يا ميس 500 على 3 على 4 على 3. بس علامة الكسر لو بتستخدمي الآلة الحاسبة استخدمي الزرار بتاع الكسر، شرطة الكسر اللي هو بيبقى ده وفوق مربع وتحته مربع. يا ميس انا عملتها كده، بس لما نيجي نعملها ضرب هتدينا 123 125. اعملها ضرب ليه؟ انا اعملها ضرب ليه؟ هو انا محتاجه ضرب في المساله؟ يعني لازم اسم. لا اله الا الله. طبعا عشان تجيبي قيمه النقط تجعيد مظبوطه لازم تقسمي البعيد على القريب، اوعي تعمليها ضرب هتبوظي المساله. تمام تمام. يا مس. مين اللي على الدور؟ شيرين. مسألة، بصي والله حكيم انت بالتشرين مرزقة، يعني مش عارف انت بقالك مرتين كده بيجيلك أسئلة حلوة. أسطوانة، ماشي. أسطوانة ارتفاعها، انت فاتحة الكتاب؟ عشان طب ما بعلم تقفل. عليها عنقود. لا ماشي انا بس كنت اقفلي بعلم عشان عليها ما عشان، تبصيش على الحل. لا لا وما فيش فيها حل اصلا بتاعي. لا فيها حل بس اقفليه بعد اذنكم ما تبصوش على الحل. لا انا قفلت انا والله. بشرح لكم. ماشي. وحجمها 2 على 3 من حجم كرة، طول نص، قطرها 3 سنتي. طالب ايه؟ طالب عاوز طول نص قطر الاسطوانة. طول نص قطر الاسطوانة. ماشي بالراحة كده اهو، اللي يشوف المسألة هيتخض. لا مش عاوزاك تتخض، بالراحة كده واحدة واحدة. اقري كده 20 وايه وافهميها وفهميها لنا معاكي. يلا. هو جايب لي الارتفاع وجايب لي الحجم بتاع مين؟ وعايز بتاع الأسطوانة. هو قايل لك حجم الاسطوانه كذا؟ جايبهولك برقم؟ أي وحجمها 2 على 3 وميتين حجمها وميتين. 2 حجم الكوره. حجم الاسطوانه 2 حجم الكوره. ماشي كملي. وطول وجايب لي طول نصف القطر ب 3 سم. حلو. عاوز ايه؟ عاوز طول نص قطر الاسطوانه. طب بص يا شباب، بص ما دام طالب طول نص قطر الاسطوانه يعني احنا اول ما هنشتغل استحاله هنبدا بالاسطوانه، يبقى احنا هنبتدي بالحاجه التانيه. ايه الحاجه التانيه اللي موجوده؟ الكوره. طيب نقدر نجيب ايه؟ وخدوا بالكم ده في كل المسائل، يعني اي حاجه مطلوبه ما تبتديش بقى بيها، لا ابتدي بالحاجه التانيه هتوصلنا للمطلوب. فاهمين قصدي؟ يلا شيرين هتعملي ايه؟ بفكر أبدأ بالحجم، حجم الكرة. يلا حجم مين؟ حجم الاسطوانه ولا حجم الكوره؟ لا حجم الكرة، جدعه. حجم حجم، الكرة القانون بتاعها ايوه. هي 4 على 3 بايت تربيع، بايت باي تربيع نق. ولا تكعيب؟ ماشي باي نق تكعيب. ماشي. تمام. طيب هيساوي ايه؟ هيساوي طول، ايه؟ هيساوي المفروض حجم الكرة ده اللي هو هيساوي الثلثين. لا انا عاوزه حجم الكره قد ايه عشان لما اجيب حجم الكره ويطلع لي برقم يبقى حجم الاسطوانه 1/3 الرقم ده، وانا عندي في المساله طول نص قطر الكوره جايبهولي ب 3، فانت تعوضي بيه في المساله عشان تجيبي حجم الكوره بكام سنتيمتر مكعب. طب انا عايزه اجيب نق دلوقتي اللي هو منين؟ ما هو جايبهولك يا بنتي. لا اله الا الله، ما هو جايب لك حجم كره طول نص قطرها 3، هيقول لك هات انا اكتر من كده. ثلاثة. ايش ها عوضي بقى. يبقى أربعة على 3 باي في 3 أس 3، 3 تكعيب. انت استخدمتي هنا باي، يعني اشمعنى ليه؟ ليه ما عوضتيش؟
عوضها ب 22 على 7. والله براحتك، عاوزة تعوضيه بقيمتها ماشي، عاوزة تحطيها زي ما هي ماشي. ليه انا قلت ليه ليه؟ ليه؟ عشان احنا بعد كده هنساوي حجم بحجم، فبالتالي الباي حاطين مع الباي، يعني احنا هنساوي حجم الاسطوانة، حجم الاسطوانة هيساوي 2 على 3 حجم من حجم الكورة. ثواني كده 20، وقفي بس شوية، في حد مش فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ اعيد من الاول. لسه عمري حطيت 4 على 3، يعني بعد يسيب حطيت 4 على 3. 4 على 3 دي ثابت، ده القانون، ده القانون، ده قانون لا يعني ثابت. أنا كتبت القانون وبعدين عملت يسيب 4 على 3، ده كده ثابت يعني؟ انت قصدك على 4 على 3 بينقي تكعيب صح؟ لا اللي جنب انا كنت لسه هعوض، لسه هقول 4 على 3 في الباي وهشتغل، فاهمه؟ هعوض بس مفيش حاجه تانية اكتر من كده. ماشي كملي 20 بقى، 4 على 3 في باي في نقي تكعيب، نقي تكعيب بكام؟ ثلاثة، يعني 3 والقص أو القص تبقى 27. ماشي، يعني 3 أس 3. طيب خلصها لي كده بالآلة، هتطلع إيه؟ هتضربي لي 4 على 3 في 3 أس 3. ستة وثلاثين باي. 36 باي. طيب انا همسح بس دي عشان نوفر بس في المكان مش اكتر، وهكتب قيمتها 36 باي. يبقى انا كده احنا جبت جبنا ايه؟ حجم حجم الكور. الكورة. طب هو قايل لي في المسألة ان الاسطوانة حجمها تلتين حجم الكورة، يبقى اقدر دلوقتي اجيب حجم الاسطوانة؟ ها مليني، هتبقى ايه بقى حجم الاسطوانة؟ القانون صح؟ ما هو بيقول لك الاول هتكتبي القانون ليه، ما هو بيقول لك تلتين يعني 2 على 3 من حجم من حجم الكوره. الكرة. ها تمام. هنقول باي نق تربيع، باي نق تربيع في الارتفاع، ليه باي طب نق استنى تربيع في الارتفاع بتساوي 2. استنى استنى استنى، يعني اقدر تمام. اقول 2 على 3 في حجم الكوره اللي انا جايباه، ما هو دي علامة ضرب، في 36 باي صح؟ 2 يا على مستر 3 في 36 باي صح؟ طيب صح. 2 على 3 في 36 باي هيطلع لك كام؟ 2 على 3 في 36 24. ب 24 باي صح؟ طيب انا دلوقتي بقى عندي حجم الاسطوانه، وهو طالب في المساله طول نص قطر الاسطوانه، وانا عندي الحجم، اقدر اجيب بقى دلوقتي نصف القطر؟ نصف طيب انا همسح اول سطرين وهكتب فيهم، بعد كده بقى هتكتبي صح حجم بقى الاسطوانه، تكتبي القانون وتعوضي، هيطلع قيمة النق. يلا حجم الأسطوانة بيساوي، مالين القانون بتاعها هي حجم الأسطوانة تحت مساحة القاعدة في الارتفاع. ماشي، مساحة القاعدة احنا اتفقنا ان القاعدة على شكل ايه؟ دائرة طيب يبقى مساحة الدايرة بيساوي ايه؟ مساحة الدائرة بتساوي في باي نق تربيع في عين، يبقى حجم الاسطوانة باي نق تربيع في عين صح؟ ماشي، باي نق تربيع في عين ده هنساويه بحجم الاسطوانة اللي احنا جايبينه اللي هو ال 24 باي. هنطير الباي. هنطير الباي ماشي، والعين هو كان جايبها لنا، كان جايب لنا ان الاسطوانه دي ارتفاعها 6 ماشي، ايوه بيبان. يبقى 6 نق تربيع بيساوي ال 24، يبقى النق تربيع بكام؟ 20. هطير يا مس، هقسم على الستة. اسمها تقسمي، حاضر
حاضر يا رودي هعيد. كملي. هقسم على اسمع. الستة وهقسم على الستة، 24 يبقى فيها الأربعة، ماشي ونق التربيع. نق التربيع ده ماشي، يبقى نقطة. القطر كله، معلومية القطر كله، نصف القطر هنعمل جذر التربيع الأربعة بتساوي 2. ماشي باتنين. بس انت قلت حاجة برضو ايه لفتت نظري، بتقولي النق تربيع باربعة يبقى ده القطر كله. لا ده مش القطر كله، ده مربع نص القطر، ده مربع نص القطر. ماشي، ده مربع نص يعني القطر، مش النق، مش النق يعني معناه ان هو نص طول نص القطر، القطر، نص القطر. ايوه انت نص القطر. انت قلتيها بسرعة كده، قلتي نق تربيع بيساوي اربعة يبقى طول القطر باربعة. لا هو مش طول القطر باربعة، هو ده مربع نص القطر. ماشي ماشي، واحدة واحدة كده نعيدها بالراحة. جايب لنا اسطوانة، كل اللي جايبه لنا من الاسطوانة ان الارتفاع بتاع الاسطوانة بستة. اسطوانة اهو ارتفاعها ستة، العين بتاعتها بستة. ارتفاعها 6 سنتي. طيب وحجمها ايه؟ حجمها طولتين حجم كورة. جايب لنا ايه في الكورة ديت؟ جايب لنا طول نص القطر بتاع الكورة. طيب مش انا كده لو جبت حجم الكورة اعرف اجيب حجم الاسطوانة؟ اه اقدر. ليه؟ لان هو قايل لي ان حجم الاسطوانة 2/3 من حجم الكورة. تمام؟ طيب لما نيجي نجيب حجم الكورة عبارة عن إيه حجم الكورة؟ نحط القانون بتاعه. حجم الكرة بيساوي 4/3 باي نق تكعيب. طيب عندي قيمة النق؟ آه عندي، جايبها لي قيمة النق بتلاتة، يبقى بيساوي 4/3 باي نق تكعيب اللي هي 3 تكعيب أو 27. هنجيب حجم الكرة هيطلع معانا ب 36 باي. طيب أنا عندي دلوقتي حجم الكرة، أقدر أجيب حجم الأسطوانة؟ أه أقدر أجيبها. إزاي؟ لأن هي تلتين حجم الكرة، يعني تلتين في حجم الكرة، يعني تلتين في 36 باي. يبقى حجم الأسطوانة بيساوي 2/3 في 36 باي. لما نيجي نضرب 2/3 ب 36 هيطلع الناتج 24 باي. طيب القانون بقى بتاع حجم الاسطوانة بيساوي ايه؟ ما هو خد بالك هو طالب طول نص القطر، وطول نص القطر بتاع الاسطوانة موجود جوه القانون بتاع حجم الاسطوانة، فاحنا بالتالي لو عوضنا هنجيب قيمة النق. طيب حجم الاسطوانة بيساوي ايه؟ حجم الاسطوانة بيساوي باي نق تربيع في عين. طيب الباي اهي موجودة، طب والعين؟ هو كان جايب لي في الاسطوانة ان ارتفاعها كام؟ 6. يبقى 6 باي نق تربيع هيساوي ايه حجم الاسطوانة اللي انا لسه جايباه اللي هو 24 باي. طيب المعادلة دي كفتين ميزان، فانا لو شلت الباي من هنا عادي اشيلها من هنا، مفيش مشكله مش هيحصل حاجه. طيب اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 6 نق تربيع بيساوي 24. طيب هعمل ايه عشان اجيب نق تربيع؟ هنقسم على الستة، يبقى هنا نقسم على 6 وهنا على 6، يبقى نق تربيع 24 على 6 ب 4، يبقى النق ب 4 وشكرا. النق ب 2 وشكرا. مفهومه؟ فهمتها يا رودي؟ كل اللي فاهمها؟ يا مس، رودي تمام ولا عيد تاني؟ تمام يا مس. بس ممكن تعبتني عشان انا بس بحاولي مثلا تغير الطريقة، انا بجد مش فاهمة.
تاني جايب اسطوانة وبيقول لي إن حجمها طولتين حجم كورة، فلما يجيب لي شكل ويقول لي الشكل ده أيا كان الشكل إيه عبارة مثلا عن 3 على 4 من حجم حد تاني، فإحنا أول حاجة نعملها إيه؟ نجيب الحجم اللي هو التاني دوت. ليه؟ عشان لما نضرب الحجم التاني دوت في الكاس اللي هو جايبه لنا هيجيب لنا الحجم المطلوب. يعني إيه؟ لو جايب لي مثلا حجم مكعب بيقول لي حجم المكعب ده طولتين حجم متوازي المستطيلات مثلا، متوازي المستطيلات. طيب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه عشان اجيب حجم المكعب؟ اقوم رايحة جايبة حجم متوازي المستطيلات الاول. طيب لما اجيب حجم متوازي المستطيلات عشان اجيب حجم المكعب هعمل ايه؟ هقوم ضربة الحجم اللي انا لسه جايباه في الاتنين على التلاتة، يبقى انا كده جبت ايه؟ حجم المكعب. طيب طبعا هيبقى مثلا طالب طول الحرف، فهنساوي الحجم بالقانون بتاعه ونعوض هنلاقي ان احنا جبنا المطلوب. طيب في مسألتنا هنا بيقول ان الحجم الاسطوانة طولتين حجم كورة، حجم الاسطوانة طولتين حجم الكورة، يبقى أنا أعمل إيه؟ لازم أجيب حجم الكورة. طيب حجم الكورة بيساوي إيه؟ 4 على 3 باي نق تكعيب. تمام؟ طيب هل أنا عندي نق؟ آه والله هو جايب لنا إن النق بتاعة الكورة ب3 سنتي. تمام، يبقى أنا كده أقدر أجيب حجم الكورة. طلع معايا حجم الكورة طلع هنا بكام؟ ب36 باي. طيب عشان أجيب بقى حجم الأسطوانة أعمل إيه؟ أضرب ال36 باي في النسبة اللي هو جايبها لي اللي هو في 2 على 3، يبقى أنا كده جبت إيه؟ جبت حجم الأسطوانة. طيب هو طالب في المسألة إيه؟ طول نص قطر قاعدة الأسطوانة، طول نص القطر. طيب القانون بتاع الحجم لما نيجي نكتبه، يعني هو قانون حجم الأسطوانة بيساوي إيه؟ قانون حجم الأسطوانة بيساوي باي نق تربيع في عين. طيب احنا جايبين حجم الاسطوانه، لسه جايبينها اهو، اللي هو 2 على 3 في 36 باي اللي هي بتطلع 24 باي، بيساوي ايه؟ تعالوا بقى نشوف البيانات بتاعت حجم الاسطوانه. حجم الاسطوانه الباي هتنزل، طب النق دي اصلا اللي عاملين الفيلم كله عليها، يبقى ده اللي مطلوبه، يبقى نق تربيع. طيب في عين هو جايب لي الارتفاع بتاع الاسطوانه، ده اول حاجه جايبها لنا ان ارتفاعها ب6. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ والله الباي دي هتطير مع الباي دي. طيب يبقى النق تربيع هتساوي ايه؟ نقسم هنا على الستة وهنا على الستة، هيطلع لنا النق تربيع ب4، يبقى النق لوحدها ب2، بس كده. مفهومة؟ أيوة. ماشي، تعالوا نخش على الأسئلة بتاعة الدرس، وليكن مثلا نحل سؤالين في السريع كده. آخر حد كان حالل شيرين، تقع بقى الدور على تقع. السلام عليكم، معلش دخلت بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا ولا ايه؟ أنا؟ ايوه حضرتك معانا؟ لا لا، أنا عبد الرحمن. عبد الرحمن. ماشي عبد الرحمن، لو سمحت ايه في المايك. ايه مش تعالوا نشوف المسألة دي، بيقول اسطوانة دائرية حجمها 7000، يبقى دي ايه؟ اسطوانة حجمها 7536 سنتيمتر مكعب. طيب وارتفاعها ب 24 سنتي، عاوز ايه؟ عاوز المساحة الكلية. تعالي يا تقى كده واحدة واحدة بالراحة، جايب لنا اسطوانة، جايب لنا حجمها
وارتفاعها وطالب المساحة الكلية. طيب القانون بتاع المساحة الكلية للأسطوانة بيساوي إيه؟ بيساوي المساحة اتنين الأرض. باي إيه؟ أيوة كمل. 2 باي نق في عين زائد 2 باي نق تربيع. طيب هل أنا معايا النق؟ لا طيب بس هو جايب لنا حاجة ممكن نستخدمها عشان نجيب قيمة نص القطر. جايب لنا إيه؟ الارتفاع هنجيب النق من الارتفاع؟ لا أمال هنجيب إيه؟ هنجيبه منين؟ يعني أنت يبقى عندك حجم. من الحجم من الحجم حلو أوي. الحجم. يبقى أول حاجة مليني هنعمل إيه تقى؟ 2 اكتب. لا هنكتب حجم، اه حجم الأسطوانة، وتقومي كاتبة القانون حجم الأسطوانة بيساوي إيه؟ حجم الأسطوانة حجم الأسطوانة باي نق أي تربيع نقطة عين. عين عين عشان كده بقول لكم مهم حفظ القوانين، استحالة هتعرف تحل المسائل بدون حفظ القانون. لكل شكل تحفظ لي المساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم. مهم. ماشي يلا عوضي. تمام يا مصر. ماشي الباي هنزلها زي ما هي. طب وبالنسبة لحجم الأسطوانة ما تنزلي قيمته. ماشي صباح الفل. ها حجم الأسطوانة قيمته تبقى ب باي نق تربيع عن كتبناها. ملكة تقى خير. جايب الراجل جايب في المسألة حجمه 7536. نكتبها 7536. سبعة آلاف وخمسمية ستة وتلاتين تساوي باي نق تربيع عين. ماشي. باي نق اللي انا عاوزاها، انا عاوزه اجيبها. طيب والعين جايب لي العين بكام؟ 24 ماشي، فيه 24. طيب نشيل الباي ونحط قيمتها، هنشيلها ونحط قيمتها اللي هي بكام؟ ب 22 على 7. ب 27 7 ماشي، 22 على 7 في نق تربيع. عشان اجيب قيمة النق تربيع بنعمل ايه؟ ها انا مستنية بقى الكلمة اللي تقوليها لي كده هو تبسطني. ها البعيد على القريب ايوه اتبسطت والله اتبسطت. ها حلو. البعيد على ايه؟ على القريب طيب ممكن حضرتك تستخدمي لي الآلة، كلكم استخدموا الآلة لأن أنا مش معايا آلة دلوقتي، فاستخدموها عشان نتأكد كلنا من إيه؟ من الرقم. تمام. هنقول 7536 أيوه على نفتح أيوه قوس 22 على 7 في 24 بنت تقى دي كانت مركزة طول الحصة، جدعة تقى شاطرة. 7563 36 يا تقى، 36 كملها على خير. حاضر آه 33 32 رقم كبير قوي يا مس. طب نشوف زمايلك طلعتوه ولا لسه؟ وانا يا مس نفس الرقم طب قولوا لي يلا. ماشي 99.5 وفصل قصدي 9.9 كتير كده. طيب ماشي، دي قيمة ايه؟ النق تربيع. طب ما تجيبوا لي بقى ايه قيمة النق الواحدة بكام؟ نجيبها ازاي؟ هنجيبها ازاي؟ 20؟ بجد والله؟ هنجيب قيمة النق لا من تربيع الرقم على الجنب. عادي، اعملي جذر للأنصر. ماشي ماشي مش راضية تيجي يا مس، مش راضية تعمل جذر لوحدها. طب بصي، نشيل ال 22 على 7 لان هي دي اللي عامله المشاكل، وهنخليها باي. ماشي يبقى عشان تجيبي نقطة تربيع 7563 36 يا بنتي معلش والله لازم 36 على لازم نجيب قيمة النقط ازاي يعني، ما هو لازم نجيب. 24 برضه يا مستر رقم كبير. ما هي لازم اصلا تحطي 22 على 7.
بس ما في ماشي، كلمة مش بتكون مشكلة. باي أول 3 حاجة و4 و14 من 100. بتقول إيه؟ ما هو في قيمة كمان لباي 3 و14 من 100. ماشي، ما هو 3 و14 من 100 هي ال22 على 7. يعني هيديني نفس الناتج؟ أصل على الآلة ما ادينيش نفس الناتج. إيه؟ على الآلة ما ادانيش نفس الناتج. بس لا هو هي، بصي ثواني يا جماعة الآلة بس، دي ادتني 100، دي ال ادتني 100. 22 على 7 لما تيجي تكتبيها على الآلة هيطلع 3 علامة 1 4 وأرقام كتير بعد كده اهو. فاحنا لما بنيجي نقربها بتطلع 3 و14 من 100. واحد تتعامل معاملة الواحد، هيبقى اختلاف مثلا في أعداد عشرية بسيطة خالص. فيا إما تكتبيها 22 على 7 يا إما 3 و14 من 100 بس واحد. طيب المهم هنعمل إيه؟ هنجيب قيمة نق. قربوها قربوها، يعني هيبقى كام مثلا قيمة النق؟ هي 99 وتسعة من عشرة وكتير بقى طب 99 و9 من 10 يعني كام؟ 100، ماشي، يبقى قيمة النق الواحدة بكام؟ بالنقل واحدة بخمسين، يا سلام، عشرة. أنا عايزة ب 10، عشرة يا ناس. ب 10 سنتي. طيب جبنا اهو قيمة النق، هو طالب في المسألة ايه؟ المساحة الكلية. ماشي ماشي، هنمسح بقى الحجم ده ونكتب المساحة الكلية ونعوض فيه. رودي كملي انت بقى يا رودي. تمام يا بس. يلا، القانون بتاع المساحة الكلية بيساوي ايه؟ 2 باي نق في عين تمام، زائد زائد، 2 باي نق تربيع. ماشي عوضي يلا حبيبتي. ثواني. خمس، هو الباي هتروح مع الباي؟ لا دي جمع، تروح في حالة ان في علامة يساوي، يساوي وهنا باي وهنا باي تروح، تمام لكن في علامة زائد ما تروحش. تمام يلا حبيبتي احنا جبنا نقب 10، هتبقى اتنين بعد باي 2 في 22 على 7 في في نق عشرة بكام؟ ب 10. في الارتفاع بكام؟ جايبه لنا بكام الارتفاع؟ ب 24 ب 24 زائد زائد اتنين، 2. ها واتنين واتنين على السبعة، تمام، في في 100. تمام، هاتيها بالآلة كده اهو، نشوف الايه الناتج النهائي المساحة الكلية. تمام. طلع لي رقم كبير قوي. وانا كمان يس. ماشي قولي. هو ثواني، 14960 على السبعة. 14,000. ها؟ 960 على السبعة 900 وإيه؟ 60. 960. ماشي على السبعة. على 7 كمان. ماشي، طب ما تعمليها الزرار، دوسي على الزرار اللي هو اس دي. هتطلع 2137. ماشي حلو قوي، يبقى ده الصح. هو برضو في أرقام كده، بس ده دي هو أقرب حاجة. مطلع، هو مطلع الإجابة 2135 واتنين من عشرة. تمام قريبة. لا، 2137 و14 من 10. ماشي تمام. أي مسورة برضه تطلع لي شوف 2137. ماشي، تعالي نشوف المسألة رقم 16 هكتبها لكم. جايب لنا دايرتين جوه بعض. أنا يا مس برضه؟ لا هقول الدور على مين؟ على فاطمة.
جاب لنا دايرتين جوه بعض. انا رسمه دونات. شكلها حلو. دونات دونات ايوه فعلا. ماشي. طيب عاوز ايه؟ جايب لنا دايرتين اهو جوه بعض. بيقول ان الدايرتين دول واحده نص قطرها 3 سنتي والتانية طول نص قطرها 5 سنتي. عاوز ايه؟ عاوز مساحة الجزء المظلل. كل بقى يقفل المايكات. يلا يا فاطمة. تمام يا مس، فكري فيها كده، ايه ممكن عايز نجيب مساحة مساحة الجزء الجزء المظلل؟ المظلل ازاي؟ اه يبقى كده هنا يعني عايز مساحة الدايرة الكبيرة أطرح منها مساحة الدايرة الصغيرة، صح؟ شطور شطور. تمام. طيب مساحة الدايرة هي كده بتساوي باي نق تربيع. ماشي، يبقى نكتب مثلا الكبيرة، مساحة الكبيرة باي نق تمام، تربيع هتبقى هتساوي كام؟ تساوي كده اللي هي هتبقى 22/7، هنضربها في 25 اللي هي 5 أس ماشي، 2. يعني نقدر نقول إن هي 25 باي صح؟ سنتيمتر مربع. تمام، طيب ومساحته الصغيرة؟ هتبقى كده نفسها 9 باي. ماشي، يبقى 9 باي سنتيمتر مربع. يبقى مساحة الجزء المظلل ايه؟ هتبقى 25 ناقص 9 25 ب 16 نقطة. بار. شكرا. تمام ماشي، ناخد الواجب. تمام هديكوا مسائل على كل شكل، اتفقنا؟ مسألة على كل شكل. مسألتين على كل شكل مع حفظ القوانين للي ما كتبهاش وكتابتها طبعا. تمام حد بقى يكتب ورايا. صفحة 101، انتوا خدتوا قبل كده مين؟ رقم كام في المسائل دي؟ 3 3. طيب حلوا لي 4. 4 بس. تمام. اه 4 بس في 101. تمام، طيب وبتاع، وفي 102 بقى هتحلوا لي 9 و10 و11 عشان دول متعلم عليها ان دي مسائل كتاب وزارة. بس خلينا 9 و10. 9 و10 خلاص حلوا 11. طيب وصفحة 103 هتحلوا لي 14 حلتوا 14 و15 صح؟ خلينا 15 بس. طيب حلوا لي 14 و16 و17. 17 اخدناها الحصه اللي فاتت بتاعت مساحه الجزء المظلل صح؟ حصل ولا ما حصلش؟ ايه يا مس؟ ما اقفل الريكورد.